تهدى الأمور ويعيش البلد بخير وأمان وسلام. أتمنى القضاء على الإرهاب وترجع سوريا القديمة، سوريا الحبيبة اللي مثل ما كانت أولي. يجب أن يتوقف الإرهاب، الإرهاب هذا خطر على العالم، نحن ندافع عن العالم، أخيرا سيرتد عليهم هذا الإرهاب. كلياتنا نتبت متفائلين، نأمل خير إن شاء الله. جنيف 4 بتصور هذا المرحلة مرحلة متقدمة، أمال كبيرة بأنه هذا اللقاء الجديد أنه يوصل للسوريين بحل إن شاء الله. الدول اللي يعني تآمرت علينا خلص عاد بكفيها، حل عاد تفهم أنه الجيش السوري والشعب السوري ما بينظام، والجيش السوري والشعب السوري ما بيركع. أملنا بالله كبير أنه تنتهي هالأزمة، أملنا برب العالمين وبالجيش العربي السوري، ثقتنا مش رح تتزحزح لو شو ما صار. نتمنى كسوري ان ترجع الامن والامان لبلدنا ونرجع مثل ما كنا بالاول. نتمنى يحمل الحل النهائي للازمه في سوريا، ان شاء الله بتهدى الامور وبيستقر الوضع. اتمنى اني يعم الامان في كل سوريا، سوريا حبيبه ما في منا في العالم، ما في احلى من بلدنا. كل المؤتمرات التي تجري بخصوص هذه الازمه ما لم تاخذ بعين الاعتبار القرار، قرار الشعب السوري لن تحقق الغايه المرجوه. ما بتنضم ريشه من طيرك الضايق والحوام بسرق حامي هالعمل. والله جنيف 4 ان شاء الله متأمنين خير، بس جنيف السابق يعني كان كثير ما اخذنا نتيجه ابدا. ان شاء الله يا رب يصير اتفاق بين الجميع وبين كل الفرقاء مشان نحن كمان نرتاح، الوطن كله يرتاح. متأمن يحل السلام في سوريا من كافه، في كافه محافظات وكافه ارجاء، ويصير مصالحات وطنيه ويصير اتفاقات وبكفي دم وبكفي ارهاب. نامل ان شاء الله انه يعني يبعوا اللي صار من خلال 6 سنين 5 سنين، وهي حلب أكبر مثال، رجعت مثل قبل وأفضل كمان. إن شاء الله هلأ مع الوقت بده يتحسن تتحسن الأوضاع أكثر من هيك. لما طلعنا كنتي معنا بهالليالي، وجهك معنا عم يزرعنا. كل واحد يوصل له حقه، الإرهاب عند حده وكفى كذب. لأن ما تروح أفريقيا، ما تروح طب لمين اللي خدنا السيد الصهيوني. إيجاد حل سياسي وإيقاف إمداد المسلحين على سوريا. نتأمل بالله بخير، بوجود الجيش العربي السوري نتأمل بكل شيء. ما بيتضبر لك بطايا، ما بيتضبر لك بطايا. نتمنى من جنيف 4 أنه يوقف الحرب الكونية على سوريا ويوجد حل سلمي ويقضي على الإرهاب. بس نحن كشعب سوري يعني منعول بالأول وبالأخير على الجيش العربي السوري بالقضاء على الإرهاب. بتمنى من جنيف 4 أنه يوقف الإرهاب وتعود الحياة الطبيعية والمحبة بين السوريين مثل ما كانوا، ترجع الأوضاع كما كانت. القضاء على الإرهابيين كلهم ويعم السلام بكل سوريا كلها. عم يدعموا الإرهاب بيطلعوا يحطوا لهم حد، خلينا نعيش شوية بأمان بسلام. أدي عرض الواقع نتائج ملموسة بمكافحة الإرهاب، ما يكون دعم الإرهاب على الأرض واستخدامه بالمفاوضات. ما